أدعوكم جميعا للوقوف عند الساعة 5:30 من مساء كل يوم لتلاوة مسبحة ورية العذراء مريم. التي هي المسبحة لسلاحنا الأمضى والأقوى. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. لا